الزمالك بيواصل سلسلة الفوز التاسع ليه على التوالي في الموسم الحالي تحت قيادة البروف، وبيأكد خطواته نحو التتويج باللقب الثاني ليه على التوالي. وأحمد السيد زيزو بيحقق أعلى معدل نقاط للاعب في جولة بعد ما سجل هاتريك وصنع هدفين وخد كمان بونص عشان ياخد 26 نقطة، كينج اللعبة. أما الأهلي بيزاحم بيراميدز على المركز الثاني بعد فوزه على المصري في مباراة صعبة جدا حصل فيها شدة أعصاب في آخر اللقاء، لكن حسام حسن لاعب الأهلي قدر إنه يحسم الجدل ويسجل الهدف الثاني وهدف الفوز للأهلي في الدقيقة 96. كل ده وغيره حصل في الجولة 30 من الدوري المصري. أنا أحمد غالب ودي حلقة جديدة من فانتازي الدوري المصري. بداية كده وحشتوني ومش حيشني عنكو غير الحاج عامر حسين اللي انا عذره، لان عشان نخلص الدوري ما قدموش حل غير انه يلحم الجولة في الجولة اللي بعدها. مفيش حد الدوري بتاعه مكمل لحد اخر اغسطس غير الدوري بتاعنا، اخطر دوري في العالم. بدأت الجولة 30 بمباراة انبي وسيراميكا كليوباترا اللي خلصت بالتعادل السلبي 0-0. سيراميكا في المركز التاسع وانبي في المركز العاشر بنفس عدد النقط 35 نقطة لكل فريق، وده كان السبب الرئيسي إن نتيجة المباراة تخلص بالتعادل السلبي لأن الفرقتين كانوا متحفظين وكل فريق اكتفى بالنقطة. أما بقى في ديربي الكرة الدفاعية ما بين علاء عبد العال مدرب إسترن كومباني وطارق العشري مدرب طلائع الجيش خلص برضو بالتعادل بس 1-1. وزي ما الأهلي بيزاحم بيراميدز على المركز الثاني، فبيراميدز برضو بيزاحم الأهلي بعد فوزه على غزل المحلة بهدفين عن طريق إسلام عيسى اللي قدر إنه يسجل ويصنع هدف لفخري لقاي. أما في مباراة الزمالك ومصر المقصة، فأحمد السيد زيزو قرر أنه يركب الجناحات علشان يقدم أفضل أداء فردي في تاريخ الفانتازي في الدوري المصري. أحمد السيد زيزو سجل 3 أهداف وصنع هدفين لسيف الجزيري اللي بالمناسبة متألق جدا في آخر مباريات الزمالك، ده غير طبعا أنه كان لازم ياخد بونص على الأداء التاريخي ده عشان المباراة تنتهي بنتيجة 5-0. وفاركو قدر أنه يفوز على البنك الأهلي بهدف من ركلة الجزاء سجله أحمد مودي علشان ياخد 14 نقطة. وفي مباراة صراع القاع ما بين المقاولين والجونة كل فريق اكتفى بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. اما الاهلي قدر انه يحصد 3 نقط بعد فوزه على المصري بهدفين عن طريق رامي ربيعة وحسام حسن في الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة.